دقيقة إلتش، هاي كامرتش، رسالة تختمين بيها، توجهين بعض الكلمات للمرأة حسب ما تقولين الصابرة والمحتسبة. صح، المرأة العراقية مجاهدة بالدرجة الأولى. أتمنى من أي طبعا مع إبقاء الحضانة مع الأم بالجوانب النفسية ذكرت لك إياها، وأتمنى من نسانة لأنه الأخ هنا المحامي قال أنه أكو فت قصور في موضوع المشاهدة، أنه يتعانون في هذا الموضوع للخاطر أبنائهم، الخاطر ينشئون تنشئة سوية، تنشئة نفسية سوية بعيدا عن الأمراض النفسية والاجتماعية، لأن إحنا مناقصين، وصلنا إلى مرحلة نشوف يعني مجتمعاتنا اللي يصير بيها من خلينا نقول عادات ذميمة دخيلة بعيدة عن مجتمعنا الإسلامي الشرقي. أنا كل إيمان وكل نصرة بالمرأة العراقية مثل ما قلت بأنه تربي أولادها أحسن تربية. أنا ضد أنه أكو فروق فردية ولكن ما عمم على مجتمع كامل. كل التحية أرفع القبة لنسائنا الصابرات الأرامل المطلقات اللي يحنون ظهرهم من أجل إخراج شباب واعد يرفع من مستوى وطننا وبلدنا ومجتمعاتنا باتجاه الصحيح أو على الطريق المستقيم الصحيح. شكرا لهم. ختاما أشكر ضيفي الحلقة، وستوصال تقول أنا ما أخذت الوقت. أنا اللي أريد أختم به الحلقة، الأب والأم هم عنوان لنكران الذات، الأب والأم هم عنوان للتضحية المفترضة، الأب والأم هم أحق اثنين بصيانة شؤون المحضون، الأب والأم هم أكثر شخصين تقع عليهم مسؤولية مستقبل هذا الطفل، الأب والأم عليهم أن يتجردوا من الأنانية أو يعني التعجرف بمعاملة البعض للبعض وأهمال مصلحة المحضون. المحضون أهم منك ومنها، المحضون أولى بحنان الأم وأولى بعطف وحنان الأب. اللي نتمناه من الجهات الحكومية أنه تكون هي الرديف الفاعل الحقيقي لبناء الأسرة العراقية، اللي نتمناه من الجهات القضائية تفعيل الدور الحقيقي للباحث الاجتماعي، اللي نتمناه من الجهات المعنية منظمات المجتمع المدني تنظيم ورش عمل، تنظيم دورات، تعريف العائلة العراقية بماهية الزواج والأسرة. اللي نتمناه من أي أب وأم لا تخطون خطوة إنجاب الأولاد إذا أنت مو قدها، لا تكون أب إذا أنت مو قدها، ولا تكونين أم إذا أنت مو قدها، ولا تورطون المجتمع ببذرة قد تكون صالحة ودمرتوها بسوء تخطيطكم وسوء تفكيركم وأنانيتكم. المحظون أولى برعاية المجتمع له من رعاية أب وأم هما عالة على نفسهم قبل أن يكونون عالة على غيرهم. بهذه الرسالة نختم حلقة اليوم.